حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة، والبداية من العناوين. الدينار يغادر محطات الاستقرار، قيود المال الجديدة وتبعات عديدة. شح المياه، مؤشرات التنامي تهدد الحياة في العراق وتضعه في دائرة الخطر. إذن مشاهدينا، الدينار العراقي غادر محطات الاستقرار ودخل في مساحات التأرجح، وتوسعت الهوة بينه وبين العملة الأجنبية، جالدا بذلك القدرة الشرائية للمواطن. وأثر العقوبات الأمريكية الجديدة التي خلفت تبعات عدة، والأسواق الموازية المتمددة على الرسمية، فما تزال ساحة المنافسة شديدة، غير أنها أشرت تواصل الاحتيال من الدولار على الدينار وتسارع ارتفاع العملة الخضراء. كذلك تسارعت وتيرة الإجراءات، مبتدئة مهمة السيطرة من اللجنة المالية التي استضافت رأس السياسة النقدية، وشددت على ضرورة الدفع باتجاه استقرار الأسعار وكبح جماح التمدد على العملة المحلية وتحقيق التوازن لتلافي ما هو غير محمود. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، فأن مؤشرات الجفاف ما تزال متنامية وتهدد الحياة في العراق، فهي الأصعب في التاريخ على البلاد، وأدخلتها في المرحلة الأصعب، ليس على مستوى الكميات المتقلصة بازدياد، إنما استندت وامتدت مؤشرات هذا الانكماش إلى البيئة وتداعيات التصحر والأضرار الفادحة التي ممكن أن تلحق بالإنسان والحيوان والنبات معا. هذه المظاهر المقلقة حتما من الواجب أن تكون محفزات لاتخاذ قرارات مناسبة مع سياسات الجار الشمالي الذي ضيق الخناق على العراق، والذي تسير فيه البيئة وبيئة العراق، كما مؤشر ومقروء من المختصين والخبراء بأنه يسير نحو الكارثة. إذن مشاهدينا، هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة، ونرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا للحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف. نرحب سوية برئيس مركز ألوال الدراسات دكتور حيدر البرزنتشي، وكذلك ترحيب بالخبير خبير التنمية الاقتصادية السيد وليد العقيلي، ينضمنا عبر سكايب مباشرة. أهلا بكما، وأبدأ معك دكتور حيدر. عاودت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار بالارتفاع بشكل ملحوظ، يمكن وصل 155 ألف لكل 100 دولار. تعتقد الحكومة فقدت سيطرتها على سعر الصرف؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لجنابك ولضيفك وعظم الله أجوركم. حقيقة هي لم تفقد السيطرة. سبب هذا الارتفاع هو العقوبات التي فرضت من قبل الفيدرالي الأمريكي على 14 مصرف تقريبا، قبلها سبقها 4 مصارف. فبالتالي هذه العقوبات التي فرضت على هذه المصارف أدت إلى أنه يزيد الطلب على الدولار، مما أدى إلى فقدان المنافذ التي ممكن من خلالها أن يتم توزيع الدولار. لا. الإشكالية الحقيقة هي مركبة معقدة، داخلية خارجية. خارجية متعلقة بالضغوطات الأمريكية التي تمارسها على الحكومة وعلى العراقيين من أجل إرضاخ، حقيقة بكل صراحة، الحكومة العراقية أو الجمهور الشعب العراقي، أو فرض عقوبات من نوع آخر بطريقة ناعمة، ولكن هذه معروفة ومكشوفة. الإشكال الآخر هو قضية البنك المركزي اللي يفترض أن تكون عنده حقيقة مجموعة من المعالجات والمخرجات اللي مو الآن ممكن أن تصل أو تحصل حتى يجي يراجع مرة أخرى في كيفية حلها. وأنا أعتقد بعض الجهات، يعني بعض الأشخاص الموجودين غير مؤهلين في قيادة
موضوعة البنك المركزي، يعني أقصد منهم مختصين في هذا الجانب يفترض أن يقدمون دراسات، لكن البعض متشائم للأسف الشديد، وبالتالي اضطر السيد رئيس الوزراء بشخصه أن يجتمع مع الكوادر المتقدمة، تحدثنا في البنك المركزي وبعض المستشارين من أجل إيجاد حلول. وفعلا اليوم صدر كتاب بأنه يتم إعطاء الفئات الأي والبي من الصيرفات وتعويض السوق عن ما فقده، لكن الحديث أن هناك مجموعة أخرى سوف تدخل قائمة العقوبات، هذا إن دل على طبعا هناك من يروج لهذا القضية، هنا راح تكون مخاطر أيضا وكوزدياد راح يكون بأسعار الصرف وفروقات بشكل كبير. وهذا الترويج. طيب أنت تقصد بحديثك رئيس البنك المركزي أم يعني لا اللي الكوادر وعدنا المتقدمة بأكثر مناسبة أن البنك المركزي يطمئن الشعب والجهات الأخرى بسيطرة البنك على أسعار الصرف، وهذا لم يحدث. البنك أستاذ واجب البنك ومسؤولية البنك أن يتم إعطاء دراسة حقيقية وبدائل حقيقة، سلات متعددة نقدية متغيرة. يعني ما أعرف هذه الهيمنة الاقتصادية الأمريكية على الدولار اللي إحنا نبيع نفط مقابل الدولار، لا خلف الله عليهم، يعني بصراحة هذا التجبين أحيانا اللي يحصل من بعض المسؤولين إلى 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 مسؤولي القرار السياسي بالدرجة الأولى، التخويف اللي يحصل أو القلق أنه لا إحنا لازم نلتزم إحنا، وهناك كذبة لو سمحت لي. قضية أنه هذه البنوك تعاطت مع الجمهورية الإسلامية أو صدرت الأموال إلى الجمهورية الإسلامية ولذلك فرضت عليها عقوبات، هذه كذبة، لأن إلى الآن لم يعطي الفيدرالي الأمريكي تقريرا للبنك المركزي، وأتحداهم من خلال شاشتكم أن يقدموا دليلا واحدا أنه هذه البنوك، بغض النظر أنا لست مدافعا عن البنوك أو شخوص البنوك، لكنه أنا أعرف هناك ضرر كبير على المصلحة العراقية وعلى المجتمع، يعني على بلدي وعلى دولتي، ومحاولة للضغط على حكومتنا. إذا قدموا دليل أنه هذه الأموال، طبعا تعرف حضرتك هذه كلها يصير النمبر تكون بها الدولارات، فحركتها معروفة، لو كانت فعلا داخلة للجمهورية الإسلامية أخوة من باب أولى نعطي الأموال المتعلقة بذمتنا من باب قضية الغاز، لكن هي هذه أحد العقوبات. أرجع لك لهذه النقطة أيضا، بها حديث كثير. أرحب مرة أخرى بكم سيد وليد. ارتفاع سعر الصرف مقابل الدينار، وكما يبدو عدم سيطرة حقيقية من البنك المركزي على هذا الموضوع، هذا يعني أسباب بسبب العقوبات الأمريكية على المصارف العراقية أم بسبب السوق الموازية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا تحية لكم ولضيفكم الكريم. بالنسبة لمسألة الدولار وتقييد السوق العراقية بالدولار حصرا، هي أحد الأسباب السياسية الغربية اللي يتحتم بها تشكل ضغوطات على السوق العراقية وأيضا على الواقع السياسي العراقي. طبعا مسألة ارتفاع الدولار وانخفاضها هي ليست أزمة اقتصادية حاليا، السيولة موجودة، التبادل التجاري يتم بالدينار العراقي حاليا، لكن الموضوع اللي دنشهده هو نوع من الإرباك الإعلامي اللي دتأثر ببعض القوى الغربية، كون العراق الآن منفتح على الساحة الشرقية، وبالتالي احنا استثماراتنا مع الدول الشرقية الآن باتت كأعلى من المستويات الغربية، فلذلك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي وحتى صندوق النقد الدولي بدأ بهذه الألاعيب لغرض اخلاق فوضى في السوق العراقية، وبالتالي اليوم احنا شاهدنا خطوة جريئة من المصارف اللي فرضت عليها عقوبات، وهي إجراء نافذة لبيع اليورو واليوان الصيني وحتى الدرهم الإماراتي، وبالتالي احنا نريد نتحرر من مسألة الدولار بمسألة التبادلات التجارية وحتى التبادلات الداخلية داخل العراق. طيب السوداني سبق أن التف على مثلا قضية مستحقات الغاز الإيراني بدفع النفط مقابل هذا الغاز، تعتقد هذا دفع أمريكا للرد بهذه الطريقة سيد وليد؟ نعم. نعم نعم معك. طبعا مسألة الإجراءات اللي الآن تحدث هي طبعا بموافقة مسبقة في 2014 وحتى 2018، موافقة مسبقة من السلطات الأمريكية، مسألة العقوبات والدفع للغاز والحاجات الرئيسية من إيران. فمسألة أنه دفع الآن للمستحقات الغاز ما أعتقد هذه هي السبب الرئيسي. السبب الرئيسي هو ضعف السوق العراقية وخضوعها للدولار حصرا، كون الدولار الآن فقد قيمته في أغلب البلدان،
الآن دول الخليج والدول العربية وحتى الدول اللاتينية بدأت تتعامل وتسديد ديونها باليوان الصيني واليورو الأوروبي، وبالتالي مسألة الغاز هذه هي نوع من خلق الفوضى الإعلامية حتى تشكل بعض الإرباك على الحكومة العراقية، وكأنه الحكومة العراقية هي الآن لديها بعض الميول إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالتالي هذه نعم. نوع من أنواع الإرباك الإعلامي كما ذكرت لك. طيب أرجع لك للمصارف وإجراءاتها وغيرها، هذه المصارف اللي عليها عقوبات هي أصلا فعلا أكو مؤشرات عليها بغسيل أموال، تهريب عملة وغيرها، لكن الولايات المتحدة سيد وليد ليش ما حكت واتخذت هكذا عقوبات بوقت سابق بالحكومة السابقة؟ ليش حاليا كل فترة تفرض عقوبات وما يؤدي إلى خلخلة بأسعار الصرف؟ طبعا هذه مسألة واضحة، تحرر الحكومة العراقية من الضغوطات الأمريكية وحتى الضغوطات الأوروبية الآن بدأت تشتغل على مسألة المصارف الخاصة. طبعا إذا كان هنالك بعض شبهات الغسيل الأموال وأيضا الفساد لازم تظهرها الحكومة الأمريكية حتى يكون الرأي العام على اطلاع، أما أنه بعض التصريحات والإعلام وكذا وخلق منصة، المنصة هذه لازم تكون بها المصارف غير محظورة على غير البلاك ليست، فهذه مسألة قلت لك لغرض الإرباك الإعلامي فقط ما إلها أي وجود، لو كان وجود فلتعرضها الحكومة الأمريكية حتى يكون الرأي العام على اطلاع. صحيح. طيب أعود لك للدكتور حيدر، أمريكا بالأمس تمنع دفع مستحقات الغاز الإيراني ودفعه لإيران، واليوم عقوبات أدت إلى رفع أسعار الصرف وغيرها، يعني هل الحصار الاقتصادي اللي انفرض على العراق بال91 بعد مستمر على العراق؟ قطعا، باعتبار أنه من أسس إلى عدم تطوير موضوع الكهرباء والإنشاءات، يعني المنشآت الحيوية الكهربائية اللي تعيد العراق كمعامل، اليوم مثلا عندنا حسب ما يقال أكثر من 60,000 معمل متوقف، هاي المعامل بحاجة إلى طاقة كهربائية، لماذا توقفت؟ معروف أنه السفير الألماني في العراق تحدث في زمن سيد عادل أنه عندما أرادت الحكومة آنذاك أن تعمل عقد مع شركة سيمينز، والقصة معروفة. نعم هناك فساد، هذا لا يمكن أن ننكره، ولكن بنفس الوقت هناك إرادة أمريكية بالتعطيل وإبقاء العراق تحت الحصار والضغط المستمر. يعني ملف الكهرباء هو من الملفات المهمة وضرورية والحساسة لتطوير البنى التحتية والتقدم في العراق واستقلالية يحقق حقيقة للبلد. لماذا هذا الملف عطل وهو ملف بيد الأمريكان؟ تستخدم هذه ورقة الضغط أي حيثما أرادوا أن يؤججوا الشارع تقدم ورقة الكهرباء. قضية أخرى، هناك مقاربة، أنا أدعو الناس أن يفكروا بهدوء بعيدا عن العاطفة. لماذا الجمهورية الإسلامية تتعامل مع الإمارات وتتعامل مع تركيا وتتعامل مع قطر وتتعامل مع البحرين وعمان ولديها تبادل تجاري مع أوروبا حتى مع ألمانيا؟ طيب هل يعني هذه الدول لماذا تسمح لها أمريكا بالتعامل والتبادل التجاري وعندما يكون العراق هنا يكون غير مسموح له؟ هذه حقيقة عندما تحدثت هناك بعض الأشخاص في الكوادر المتقدمة في البنك المركزي وبعد بعض مؤسسات الدولة هي تعمل بنفس أمريكي وتحاول أن تعطي معلومات وبصراحة من باب المنافسة السياسية الداخلية بكل وضوح أقولها، من أجل إفشال الحكومة ومن أجل إحباط المواطن، وهي صناعة هذه القضية مثل ما تفضل زميلنا المتحدث أنها صناعة فوضى، وللأسف أرى من خلال متابعتي بعض مؤسسات الإعلام تدعمها، بعض المدونين يدعموها، وكأنه البلد مو بلدهم. الحل الوحيد والأكيد تنوع اللي يصير عندنا في العملة، وشيئا فشيء نغادر قضية الاعتماد على الدولار الأمريكي. هسه واحد يقول لا مو احنا عندنا أصول في البنك الفيدرالي الأمريكي، ولد الأموال التي تودع هناك من النفط ممكن نحولها بدولة أخرى، ما عندنا عقوبات ولا مفروض علينا حقيقة البند السابع حتى ممكن ألا نتخلص، لكن تحتاج جدية لكن يحتاج وقت حقيقة. بنفس الوقت أنا أعتقد الحكومة قادرة خلال الفترة القادمة أن تسيطر على هذا الارتفاع، وممكن إذا فرضت الولايات المتحدة الأمريكية هنا أتحدث
شلون تقدر اذا تسمح لي اقاطعك دكتور، يعني اللجنه الماليه استضافت محافظ البنك المركزي وسالوه انه شنو الحلول شنو الاجراءات، ما انطفت اجراء جديد نفس الاجراءات القديمه اللي قبل فتره طبقوها وما ادت الى السيطره على سعر الصرف. انا برايي يعني حقيقه هناك اليوم راي قريته، انا مو مختص لكن قريت بعض الاراء الاقتصاديه المحترمه، نعم، انه ممكن انه كل عراقي بدل ان تعطيها للمصارف مثلا او تعطيها للصيرفات، كل شخص من حقه انه مثلا $5,000 شهريا يودعها، هم تسحب سيوله نقديه بالدينار العراقي الى البنوك، وهم بنفس الوقت تصير عدة سلة نقدية متعددة إذا كانت يورو وإذا كانت دولار. هذه بعد ما تصير حاجة، هي الحاجة شنو دا تصير؟ الحاجة مو بالاستيراد، لا، الاستيراد يجي يأخذ حال يقدم فواتير ويأخذ أموال، طبيعي جدا. لكن صدقني فيها جانب حتى فساد في الداخل البنك الفيدرالي الأمريكي، يعني هذه وسائل ابتزاز للبنوك التي تمت إيقافها، تعال انطيني كذا مليون دولار حتى رفعك من القائمة، بدليل كل البنوك التي تم إيقافها هي عائدة إلى مستثمرين شيعة. أنا لا أتحدث، هذه مقصودة وحقيقة مرصودة من قبل الفيدرالي الأمريكي، وإلا بعض المصارف مع احترامنا وتقديرنا للمكونات الأخرى تعمل وبكل صراحة وبكل وضوح. مو أنت هنا تأكد الاتهام على هذه المصارف أنها مساهمة بتهريب العملة إلى الجارة إيران. أنا أقصد لماذا أوقفت هذه المصارف؟ هناك محاولة لتقليص أصحاب رؤوس الأموال المستثمرين من الشيعة تحديداً وضربهم من الداخل. بالنتيجة مدى أقول أنا جاي طالب الآن من خلال قناتك، وين الدليل اللي قدم الفيدرالي؟ أقول هؤلاء فاسدين، موظفي الفيدرالي فاسدين يريدون رشا من هذه المصارف، ملايين الدولارات تصل. أنا مو دفاعاً عن شخص، لكن هاي مصلحة بلدي أكرر، لأنه بالتالي هذه القضية تضر بالصالح العام وتضر بالمواطن، وبالنتيجة التاجر الذي يستورد اللي يباع له الدولار بسعر 132 يجي يرفع السلعة على المواطن ويقول له الدولار صار ب 55، وكذلك مواد البناء وغيرها. وهي هاي المشكلة. خليني أنتقل إلى سيد وليد، تتفق مع دكتور حيدر أنه استخدام أكو إمكانية لاستخدام الدينار العراقي بالتبادلات التجارية وتقليل الاعتماد على الدولار، أكو إمكانية لهذا الخيار؟ نعم، أنا استمعت إلى كلمة رئيس الوزراء البارحة وتحدث بعبارة صراحة استوقفت فيها، أنه قال أنه مسألة مشكلة الدولار وارتفاع سعر الدولار هي مشكلة مؤقتة، وحقيقة هذا المعنى أنا ما أخذه بالمعنى الظاهري أنه راح تنحل وراح يرجع الدولار إلى موضعه الحقيقي، بل أنه الآن الحكومة العراقية تعمل على التعاملات والتبادلات التجارية عن طريق الدينار العراقي، وإحنا شاهدنا هذا الموضوع الآن. لو حضرتك تسافر إلى أغلب دول الجوار الآن الدينار العراقي مرحب به في أغلب الأسواق العربية الموجودة المحيطة على الأقل، وبالتالي إحنا لو حررنا يحتاج لنا بيئة تعبوية الآن إلى الشارع، إلى المستثمرين الاقتصاديين إنه نتعامل بالدينار العراقي، وبالتالي إحنا لو حررنا نفسنا من مسألة قيود الدولار الآن، بدل ما تشتري أنت سيارة مثلا على سبيل المثال بالدولار الأمريكي اشتريها بالدينار العراقي، راح تشوف أكو فرق كبير، وبالتالي الدولار راح يشهد تراجع كبير أمام الدينار العراقي، وهذا الشيء اللي حاليا تشتغل عليه الحكومة. الحكومة الآن تصر على أنه على التجار والمستثمرين أيضا وبعض التعاملات التجارية الخارجية أن تكون بالدينار، وأيضا في بعض العملات الأخرى. إحنا قلت لك إحنا تسديد ديوننا مثلا إلى الصين، وحتى بعض إلى جمهورية الإسلامية الإيرانية الآن بالعملة المحلية لهذه الدول، وبالتالي إحنا استغنينا عن جزء من استغناء عن حاجة الدولار. إحنا عندنا مسألة الاستيراد الآن، الاستيراد أغلبها دا يكون من الدول الشرقية، احنا استيرادنا يمكن 30% من الدول الغربية كانت تكون اوروبا وامريكا، وبالتالي احنا اذا استغنينا عن 10% من هذا الاستيراد من هذه البلدان راح نستغني عن 50% من قيمة الدولار الموجود بالسوق المحلية. طيب اذا ما تم سيد وليد، اذا ما تم شمول مجموعة جديدة من المصارف بلائحة العقوبات الامريكية، كيف سيكون الحال؟ طبعا مثل ما شفنا الحال اليوم اغلب المصارف لم تتاثر كثيرا بمساله القيود الامريكيه، وبدات بفتح نوافذ لبيع اليورو والدرهم الاماراتي واليوان الصيني واغلب العملات الاجنبيه. مساله الدولار قلت لك هي مساله ورقه ضغط سياسي تمارسها الدول الغربيه بعد ما فقدت اغلب سيطرتها على الشرق الاوسط، الان بدات تركز على مساله العراق. العراق الان نشهد انه احنا حكومه مستقره
نظام سياسي مستقر الآن، أوضاع اقتصادية مبشرة، سيولة نقدية لا بأس بها في الواقع، وبالتالي إحنا راح لاحقا لا نحتاج الدولار الأمريكي، وهذا شيء عن قريب لو استمرنا بهذا الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني. بالتالي إحنا راح نشوف أنه المصارف الخاصة لن تتأثر. الآن المصارف، أنا زرت أحد المصارف وجدت أنه الحركة طبيعية، وأغلب التداولات الرسمية للحوالات أيضا موجودة باليورو. الآن اليورو يعادل الدولار الأمريكي بالقيمة، وبالتالي أنا بدل ما أحول دولار أمريكي أحول يورو مقابل دينار عراقي، وبالتالي إحنا قضينا على جزء من المشكلة اللي نعاني منها. طيب من يمكن هي المصارف المعاقبة من قبل أمريكا يمكن تأخذ حصتها 8% من نافذة العملة. صحيح. ما تأثرت. نعم. كثيرا. خلينا أعود لك دكتور حيدر، مقابل هذه العقوبات والخلل بسعر الصرف وارتفاعه لحد ما وصل 155,000 في مقابل 100 دولار، مقابل كل هذا ليش الأسواق الموازية والسوق الموازية أصبحت أنشط واستفادت أكثر من هذا الفرق؟ قطعا هي تستفيد من هذا الفرق، باعتبار أنه المشكلة أنه أكو عدم ثقة بالبنوك العراقية، ولذلك السيولة النقدية دائما إذا كانت دولار وإذا كانت دينار تجدها في البيوت في الشركات، يعني ماكو حقيقة المشكلة الحقيقية في كيفية إعطاء هذه السيولة. وبالتالي اللي من عنده دولار الآن، حتى اللي عنده دولار الآن يحتفظ به لأن يتوقع أو يتصور أنه ممكن يوصل إلى 2000. فأنا أعتقد أنه مع تنوع السلات النقدية وإعطاء مساحة للمواطنين بأن يكون كل مواطن على أقل تقدير هسه بلا سبب يستطيع أن يستبدل $5,000 شهريا، مرة عنده إيجار، مرة يريد يشتري سيارة، مرة عنده مريض، يعني هذه يفترض أنه البنك المركزي هو يقدمها والمصارف هي تبدأ باتجاه هذا الحل. حتى إذا مو دولار يورو، أنطي مساحة للمواطن مثل تركيا مثل الدول الخليجية كذلك. ليش محتكريها فقط على كم مصرف او على كم صيرفه؟ مع احترامنا انا لا ازكي. طيب هؤلاء. دكتور، يعني تعتقد فعلا سعر الصرف يوصل لل 2000 مقابل الدولار اذا استمر البنك المركزي؟ نعم. راح يلقى حل؟ ما اعتقد انه البنك المركزي يمتلك حلول حقيقيه انيا، لكنه الحكومه اذا تبحث مع مستشاريه وممكن هي تقدم الحل للبنك المركزي، رغم انه السياسه النقديه يفترض هو يرسمها. طيب بهالحالة دكتور إذا تسمح لي قاطعك. نعم. شنو راح يكون تبعات هذا الموضوع إذا فعلا وصل للألفين أو المئتين؟ وهي هاي الغاية، هاي غاية الولايات المتحدة، هاي غاية الولايات المتحدة، ممكن تصل إلى مرحلة احتجاج. هي غاية الولايات المتحدة أن يصل الدولار إلى هذا المسار، ثم تتحول هذه موجة عارمة من الغضب الجماهيري ويخرجون بتظاهرات تنديد واحتجاج، تستغل من بعض الجهات السياسية المناوئة للحكومة وبعض الجهات التي تعمل بالباطن للأمريكان حتى توظف بهذه الطريقة، وهي وسيلة ضغط، فبالتالي تقدم أوراق ضغط باتجاه هذا الأمر، هذا واضح. ثم أنا أقول حقيقة لدينا حلول أخرى، مساحات تبادل تجاري، يعني مع الجمهورية الإسلامية أسوي لي مساحة تبادل تجاري مع الدول الأخرى، الأردن، أي دولة، فبالتالي نحاول أن نقضي على هذه السلسلة الطولية من الإجراءات اللي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية والعقوبات. أنا ما ملزم اليوم ألتزم بالعقوبات الأمريكية تجاه الجمهورية الإسلامية، هذه تريد أن تجعل العراق جزء من محور، جانبها جانب سياسي أستاذ بطريقة اقتصادية، يعني لا تنفك الاقتصاد لا ينفك عن السياسة. الخبراء بالحكومة المسؤولين بالجانب الاقتصادي والمالي يقولون العراق ملزم. خلينا ننتقل إلى سيد وليد. لا ملزم، لا سيد وليد، العراق ملزم بالالتزام بالقرارات الأمريكية والخزانة الأمريكية بسياسة النقدية والاقتصادية وغيرها، لو غير ملزم؟ الآن نحن ملزمون بجزء معين، لأنه العراق الآن لديه ديون خارجية، وبالتالي إذا احنا عندنا ديون خارجية لازم نلتزم بمسألة القرارات الأمريكية، لأنه هذه متفق عليها أنه تسدد بالدولار الأمريكي. الآن نحتاج أنه نعيد القرارات هذه حتى ممكن نتخلص من هذا القيد. الحكومة العراقية الآن عدها نوع من أنواع الحلول، أنه تغرق السوق بالدولار، الآن كأن يكون أحد الحلول أنه تعطي نسبة من الرواتب بالدولار الأمريكي على بعض الدوائر وبعض المؤسسات الحكومية. احنا نحتاج اغراق السوق الان بالدولار. الان اليوم قرار كان جيد لا بأس به، مسألة انه ادخال الصيرفات في مزاد العملة،
وبالتالي هذا راح يعوض عن مكانة مسألة المصارف، المصارف اللي عانت من العقوبات. هلا الحكومة العراقية تحتاج إلى وقت لا يقل عن 6 أشهر تقريبا حتى ممكن لاحقا لا تلتزم بالعقوبات الأمريكية وتلتزم بالقرارات الأمريكية بشكل عام. مسألة قلت لك إحنا نحتاج نتخلص من مسألة الديون الخارجية، لأن هذه الديون لازم يكون تسديدها بالدولار وبعدها ممكن إحنا نتحرر من القرارات الأمريكية. أنا عندي ملاحظة بسيطة. تفضل دكتور حيدر. أكو بعض المسؤولين حقيقة جبناء يحاولون أنه يكونون صورة مصغرة من القرار الأمريكي في داخل الدولة العراقية. علينا أن ننظر إلى هؤلاء ويعزلون من مهامهم لأنهم ليسوا أهلاً بأن يكونوا أقول بهذه المهام. مختصين شخصوا مكان من خلل ببعض الشخصيات من المسؤولين. ضروري أنا أوجه رسالة إلى السيد رئيس الوزراء. الحكومة ليش دكتور سؤال لك، الحكومة ليش ما حاولت تغير تعزل بعض هذه الشخصيات، تغير من بعض السياسات بعضهم اللي شخصتها غلط، شخصتها غلط ليش ما تحاول تغيرها؟ لا هو أخو تغيير قادم حقيقة، البعض منهم منافقين والبعض منهم مدعومين من جهات سياسية، إذا تحركت عليه راح يقول لك هذا استهداف للمكون واستهداف لكذا. لكن اكو خطر امام الحكومه دكتور، اذا تسمح لي. يعني الحكومه راح يعني الخلل بانقطاع بالتيار الكهربائي، الخلل بهذا سعر الصرف، ما راح ينسف جهود الحكومه وانجازاتها بالفتره الماضيه؟ سيد رئيس الوزراء مشخص هذه القضيه، وبالتالي نناشده من خلال قناتكم الموقره ونقول له يا سيد رئيس الوزراء، هناك بعض الشخصيات الفاشله الجبانه التي يفترض ان لا تكون في موقع المسؤوليه، وهي صوره مصغره من القرار الامريكي التي تحاول ان تبعث بالامن القومي العراقي. هاي مساله خطره، هذا امن قومي عراقي، وانا اعتقد هؤلاء هم يجب ان يحاكمون اكثر من العملاء، لانهم صوره مصغره من الدمار الذي يحدث ممكن في المستقبل لا سامح الله. أنا متفائل وثقتي عالية بالحكومة وبشخص رئيس الوزراء على أن يتفادى هذا الموضوع، لأن هذه معرقلات ومحددات أورثها أو أورثتها الحكومة السابقة إلى هذه الحكومة. طيب سيد وليد، أكو ارتفاع أيضا بسعر الدولار مقابل الليرة السورية، تشوف الموضوع يتصل بالعراق فقط وما له علاقة صدفة هاي؟ طبعا كما تفضل دكتور حيدر، انه مساله امريكا الان تجعل العراق محور من احد المحاور اللي الان تشهد تحالفات مع الجهه الشرقيه، وبالتالي الان مساله ارتفاع الليره السوريه هذا واضح، انه نسبه الحرب الروسيه الاوكرانيه الان، والان سوريا تشهد احد انواع النهوض الاقتصادي بعد القضاء على اغلب العصابات الارهابيه الموجوده في سوريا، وبالتالي الان بدات تضغط على سوريا مجددا. هي تعطي مساحة معينة حتى ممكن هذه الدول تراجع نفسها وأنه تنتمي للمحور الأمريكي والمحور الغربي، لكن هذه الدول عندها مسألة عقائدية، يعني مو سياسي، لكن أشعر بهذا السبب أنه هي مسألة عقائدية، أنه الاتحادات والتحالفات مع الدول الشرقية ومع أيضا اللولب الروسي الموجود. الآن الحرب الروسية الأوكرانية لها تأثير معين على مسألة ارتفاع الليرة السورية، طيب. وحتى على مستوى الاقتصاد التركي أيضا، إذا شوية توسعنا إلى مسألة الدول الأوروبية. فمسألة الليرة السورية هي جزء من أجزاء السياسة الأمريكية على المحاور اللي تتحالف مع الجهة الشرقية، وبالتالي إحنا قلت لك هذه لها معالجات معينة. الآن بدأت الصين تتحرر كليا من مسألة الدولار، الآن الصين تتعامل باليوان الصيني وأيضا ببعض العملات الأوروبية، وهذا التحرر الاقتصادي خلق نوع من أنواع الفوضى الاقتصادية داخل السياسة الأمريكية. الأمريكان يحاولون يتسلطون مرة ثانية على الشرق الأوسط بواسطة الدولار، لكن هذه طيب. البلدان لديها إجراءات مناقضة لهذه السياسات الأمريكية، وبالتالي إحنا راح نشهد طيب. قريبا يعني سقوط. ننتظر إجراءات البنك المركزي. والشكر جزيلا لكم الخبير بالتنمية الاقتصادية سيد وليد العقيلي، كنت ضيفا كريما، شكرا لك. وشكر جزيلا لكم رئيس مركز الوالي الدراسات دكتور حيدر البرزنتي، كنت ضيفا كريما، شكرا لك. إذن مشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الثاني من الحصاد وأبرز ما فيه.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا للحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف. نرحب سوية بضيفنا الكريم الخبير في شؤون المياه السيد تحسين الموسوي. أهلا بكم أستاذ تحسين. بداية، مؤشرات الجفاف متنامية بشكل كبير في العراق وبسرعة مهولة، وصلت حد أنها أدخلت البلاد بالمرحلة الأصعب بالتاريخ، لكن عندكم معلومات عن الاحتياط المائي كم تبلغ نسبته؟ مساء الخير عليك أستاذ وعلى كل مشتابعكم الكرام. مساء الخير. أكيد طبعا مثل ما تفضلت وصلت إلى مراحل متقدمة جدا، ومراحل بدأت تكون حرجة وصعبة للغاية، حيث أنه تصريحات كثيرة خاصة من القائمين على هذا الملف بأنه الصيف الموسم الأصعب، الموسم الرابع على التوالي من الجفاف، نتعامل بخزانات هي شارفت على النفاذ، وذهبنا الآن لإنعاش حوض الفرات عن طريق بحيرة الثرثار، تحاول جاهدا وزارة الموارد المائية أن ترفع كمية بحدود 70 إلى 80 متر مكعب، لكن الأمر صعب للغاية، ليس بهذه السهولة. نعم مثل ما تفضلت النسب عالية والضرر أصبح كبير جدا، الارتفاع خاصة وهذه الأيام ارتفاع يؤدي إلى نسبة عالية من التبخر، بدأت لدينا مشاكل حتى تظهر في مياه الشرب، وهذه طبعا لأول مرة تحدث على 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 هكذا مستوى. ملف المياه الآن وصل يعني يحتاج إلى مساعدة المجتمع الدولي، خاصة بعد ما توصل الجانب العراقي مع الجانب التركي إلى أي اتفاقية تتيح أطلاق حصص العراق المائية. نلاحظ بين الفينة والأخرى هناك وعود عن مؤتمرات ومحادثات، على الرغم من أن بروتوكول 2014 والتي أقره البرلمان التركي عام 2020 على أطلاق حصص العراق المائية من الجانب التركي، لكن لاحظنا تضييق أكثر وحصار أكبر على هذا الجانب. على كل حال يعني الآن الموضوع بدأ يأخذ منحنى آخر، ما نتكلم اليوم مثل ما قلت لك على موضوع مياه الزراعة، بالعكس بدأنا نتكلم عن أمن المياه، أنا أقصد نسبة الملوثات المرتفعة، وخاصة نحن مجبرين ذهبنا إلى الجزء الميت من بحيرة الثرثار، والحديث هنا طيب. ما بعد الثرثار طيب. كيف سيكون الوضع؟ أرجع لك إلى هذه النقطة المهمة أيضا، وخصوصا قضايا الزراعة. رحب بك مرة أخرى أو برئيس منظمة تشبايش للسياحة البيئية السيد رعد حبيب، ينضم لنا مباشرة عبر سكايب من ذي قار. أهلا بك سيد رعد. وبالإضافة إلى الجفاف، هناك متلازمات البيئة والحيوانات التي نفقت، ونقاط ومخاطر أخرى اقتربت من المساكن أيضا، حرائق مثلا تزايدت بالبساتين بسبب جفاف عالي ودرجات حرارة التي ارتفعت. التأثيرات البيئية لقضايا الجفاف. مساء الخير عليكم، مساء الخير على كل مستمعيكم ومشاهديكم. بالحقيقة مشكلة الجفاف بالأهوار أصبحت واقع فرض على سكان الأهوار، وزاد من التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة. في السابق كانت موجودة درجات الحرارة، وسجل العراق ارتفاع بدرجات الحرارة، ولكن الحصة المائية والإطلاقات المائية المخصصة للعراق كانت تصل كاملة إلى الأهوار العراقية وإلى الخزانات العراقية. للأسف الشديد قيام بعض الدول الجوار بقطع الحصة المائية عن العراق أو تقليل الحصة المائية جعل من التغيرات المناخية أنه يكون تأثيرها كبير جدا على البيئة العراقية، وما تعانيه اليوم الأهوار والمناطق الزراعية بالعراق هو أكبر دليل على أنه الجفاف والتغير المناخي بالعراق بدأ يأخذ منحى خطير جدا، وليس فقط يهدد التنوع الأحيائي أو الأهوار، وإنما الآن العراق بأكمله أمام مشكلة حقيقية وأمام خطر حقيقي يهدد الأمن القومي ويهدد الأمن الاقتصادي. الآن نحن بحاجة إلى التدخل الدولي، بحاجة على أقل تقدير لوسيط دولي تكون علاقته طيبة مع دول الجوار لفتح أفق التعاون والحديث مع دول الجوار. كون العراق منذ سنوات عديدة يقود سلسلة محادثات مع دول الجوار، لم تأتي هذه المحادثات بأي نفع على الحصة المائية العراقية وزيادة الطاقات المائية. نحن الآن بحاجة إلى عمل حقيقي، بحاجة إلى تدخل المجتمع الدولي، بحاجة إلى تدخل وساطات دولية، اللجوء إلى المجتمع الدولي كوسيط في بادئ الأمر،
واللجوء الى المجتمع الدولي كحكم بين دول الجوار، كون اغلب الانهار هي انهار دوليه، وقسم من الانهار بين العراق وايران هي ضمن اتفاقيه الجزائر، واتفاقيه الجزائر تضمن حصه العراق المائيه. للاسف الشديد دول الجوار لم تعترف لا بحصن الجوار ولا مبدا الدين الاسلامي كتقاسم الحصه المائيه، ولا مبدا الاخلاق او يعني ولا القانون الدولي ولا الاتفاقيات، كل هذا ضربته دول الجوار عرض الحائط وقللت من الحصة المائية للعراق، وبالتالي الآن العراق وشعب العراقي أمام مصير حتمي، وما تعانيه الأهوار طيب. هو سلسلة من مشاكل سوف يمر بها العراق على إذا تسمح لي سيد رعد، الأهوار تحديداً، الأهوار خصوصاً شملت بلائحة التراث العالمي، وفي المدة الأخيرة شهدت انتعاش السياحة وخصوصاً السياحة البيئية. ممكن أن تكون الأهوار ورقة ضغط يعني يتم مناقشتها في الأماكن المختصة وأمم متحدة باعتبارها من ضمن التراث العالمي وهي حاليا مهددة بالخطر؟ يعني بصراحة أقولها بألم أنه منظمة اليونسكو أو المنظمات المسؤولة عن البيئة حديثها فقط بالتهديد بخروج الأهوار من التراث العالمي، ولم يكن لها موقف حقيقي تجاه تركيا، وخصوصا أن تركيا هي عضو بهذه المنظمة وكذلك إيران. يجب أن يكون هناك ضغط حقيقي واستغلال وجود الأهوار ضمن التراث العالمي من قبل هذه المنظمات الدولية بمساعدة العراق للحصول على حصتها المائية. للأسف الشديد لم يكن أي موقف لهذه المنظمات أو منظمة اليونسكو على وجه التحديد كموقف حقيقي بدورة مساعدة العراق باستحصال حصته المائية، بالإضافة لأنه التراث العالمي والسياحة إحنا كمنظمات مجتمع مدني وكحكومات محلية في محافظة ديقار أو البصرة أو ميسان شجعنا كسكان الأهوار أو بعض المستثمرين على إنشاء بعض المشاريع السياحية، وللأسف الشديد على الموسم الرابع على التوالي يكون هناك جفاف كبير جدا وجفاف مساحات، والآن أغلب المشاريع السياحية هي أصبحت خارج الخدمة. لم يكن هناك أي موقف للحكومات المحلية والحكومات المركزية على أقل تقدير من مواساة أو تعويض أصحاب المشاريع السياحية أو مربي الثروة الحيوانية. لحد الآن منذ جفاف الأهوار لحد الآن لم أرى مسؤول كبير من الدولة العراقية يزور الأهوار لا في ميسان ولا في البصرة ولا في ذيقار، وإنما ترك سكان الأهوار يواجهون مصيرهم الحتمي هو نفوق مواشيهم وبالتالي هجرتهم إلى مناطق طيب. أخرى. أعتقد هو الخطر الحقيقي اللي راح يكون يعني راح يكون هناك تنافس على فرص العمل بالمدينة، راح تكون هناك مشاكل أمنية مشاكل اقتصادية، الهجرة بها عواقب. يجب أن تضع الحكومة على الخطة الأمنية أو الخطة الاقتصادية أنه هجرة سكان الأهوار وهجرة أبناء الأرياف أو المزارعين إلى مراكز المدن سوف يكون يعني خطر على مستوى الأمن الاقتصادي أو على المستوى الأمن المحلي. طيب أعود لك سيد تحسين، أهوار العراق محمية بلغ عمرها يمكن أكثر من 5000 عام، مسجلة في اليونسكو، وهي اليوم تعاني من موت حقيقي، تعاني خطر الزوال. ليش ما اليونسكو يساعد العراق بهذا الجانب؟ يعني بالحقيقة أستاذ المجتمع الدولي لا يأتي إليك ولا ينتظر، هو يجب أنت صاحب المشكلة، يجب أن تذهب إلى المجتمع الدولي وتحرك المجتمع الدولي وتثير هذا الضرر. إضافة إلى ذلك القانون الدولي أيضا ألزم دول المجرى على تأمين حصص النظم الأيكولوجية، كونها محمية للتنوع الأحيائي، كونها هجرة عالمية للطيور، كونها هي موطن للتنوع الأحيائي، هذا كله ضمن القانون الدولي. أيضا كذلك على مستوى الضرر في البيئة، حتى المحكمة الجنائية أن من يسبب الضرر عليه دفع التعويض. لكن نلاحظ أنه للأسف الشديد سياستنا بالملف المائي سواء بالملف الداخلي أو الملف الخارجي هي سياسة حقيقة لم يكتب لها النجاح، وإنما ولا توجد استعدادات للأزمة. لاحظ دائما نتعامل بالأزمة في وقتها، لكن ملف المياه يختلف. أنا أعتقد أنه رغم أن نكون منصفين أنه هي تركة ثقيلة من حكومات متعاقبة لم تعر أهمية لهذا الملف، لكن لربما الحديث كثير عن يعني عن المسببات وعن الأضرار وما سيلحق العراق من ضرر. الأمر شفنا اللي صار، نعرف شنو المسببات، لكن اليوم العراق يمر بأسوأ سنة جفاف على الإطلاق كما يؤكد المختصون. نعم. نعم. بالمقابل اللي صار صار، بالأيام الجاية شنو اللي راح تسوي وزارة الموارد المائية؟ هو هذا الحديث سيدي الكريم، يعني اليوم نتحدث على أنه اللي حدث حدث، لكن ماذا الأيام القادمة وماذا بعد الثرثار؟
نحن الآن لا نملك سوى الخزين الميت من بحيرة الثرثار. إذا نفذ هذا الخزين ماذا سيكون الوضع المائي بالنسبة؟ تعرف تماما قبل كنا يعني ابتعدنا الآن عن الحديث عن الزراعة وقلنا ألقينا نظرة الوداع على الخطة الصيفية ونحن بعيدين. حقيقة نحتاج إلى مصارحة ونحتاج إلى قرار قوي. أنا أقول يجب أن تقف كل المشاريع الآن عندما تكون هناك الخزين. الخزين استراتيجي هو خزين فارغ وخالي، إذن علينا أن نعيد التوازن إلى الخزانات المائية، ومن ثم نذهب إلى تطوير وسائل العيش. وقلناها مرارا في سبيل يعني اليوم لاحظ أنه نرجع الجانب مهم ثاني آخر، أنه أزمة المياه أزمة عالمية لا تقتصر على العراق فقط. خلنا نعترف ونكون صريحين، نحن لحد الآن نتعامل مع المياه لا توجد لدينا سياسة أو حتى عملية ترشيد مياه. ثقافتنا قلناها مرارا وتكرارا، ثقافتنا بالمياه ثقافة متراجعة جدا، هو ليس مبرر. لكن اليوم الحديث هناك تحذيرات أممية بهذا الجانب. نعم، لكن نبقى بالإجراءات. خلينا نرجع السيد رعد، أبقى موضوع وزارة الموارد المائية اللي عملت بعض إجراءاتها، إزالة تجاوزات مثلا عن أحواض الأنهار، بحيرات أسماك، تبطين قنوات الري بالخرسانة، نقل المياه مثلا الخام بأنابيب. هاي المعالجات إلى أي درجة تشكل حل من هذه الأزمة؟ بالحقيقة يعني هي الأزمة وقعت، فجزء من هذه المعالجات أعتقد هي جيدة إلى حد ما. الآن في منطقة الأهوار غياب هذه المعالجات، يعني الآن سكان الأهوار مربي جاموس يشترون المياه بمبالغ باهظة جدا وبشكل يومي، وهذا ما يثقل من كاهلهم. كون تربية الآن لا وجود للأعلاف، لا وجود للخدمات البيطرية، ولا وجود لمياه الشرب. فأتمنى أن هذه المعالجات حتى وإن كانت بسيطة تمتد إلى الأهوار، وتكون هناك حوضيات متنقلة توفر المياه للجاموس، لمربي جاموس. يعني لا. أنا قبل يومين زرت عوائل صار أسبوع ما سابحين لأن ما عندهم مي. يعني كل المنطقة اللي محيطة بهم في منطقة الأهوار أصبحت جافة وقاحلة، والمياه الشرب فقط اللي تصلهم بمبالغ باهظة يومية تزيد من 50 إلى 40 ألف دينار على مربي جاموس، بالإضافة ضيف لها نفس المبلغ أعلاف وضيف لها خدمات بيطرية. بالتالي أصبحت تربية الجاموس هي خاسرة بالدرجة الأساس، والآن سكان الأهوار يعانون المشاكل حقيقية. أتمنى أنه يكون هناك نصب محطات تحلية للمياه الموجودة في منطقة الأهوار رغم أنه ملوحتها عالية، حفر آبار على تعد بشكل مسبق خلال مواسم الجفاف القادمة. يجب أن تكون هناك خطط مستقبلية. السنة ممكن تكون سنة جافة، راح يجي فصل الشتاء ونتحدث عن السياحة وجمال الأهوار. يجب أن تكون هناك خطط مستقبلية على مدى السنوات السابقة. من دورها هذه الخطط توفر لسكان الأهوار طرق البديلة حتى يحافظون على مناطقهم ونمنع هجرتهم، لأن احنا في كل سنة جاي نفقد عدد من سكان الأهوار وهم العمود الأساسي للأهوار. يعني تتخيل قبل كم سنة كان يسكن الأهوار أكثر من 50 ألف نسمة، الآن اللي يسكنوا منطقة الأهوار يعدون على عدد الأصابع البيوت ومربي جاموس الموجودين داخل الأهوار. أغلب مربي جاموس أما تركوا منها تربية الجاموس أو هاجروا لبعض المحافظات، وبالتالي نحن أمام مشكلة حقيقية. اليوم إذا هاجرت بعض المحافظات العراقية الجنوبية وإذا استمر الجفاف على ما هو عليه الآن وهاجرت بعض المحافظات إلى ممكن إلى دول الجوار، ممكن إلى عالي المناطق المتوفرة بها المياه، أو حتى نزوح إلى داخل المدن، هذا أيضا يعتبر خطر. خلينا نرجع لك سيد تحسين، اتفاقات دولية يجب أن تكون هي فيصل لحل المشكلات ما بين الدول المتشاطئة. تركيا مثلا كما أشار سيد رعد أنها مسبب رئيسي بهذه الأزمة، أزمة شح المياه بالعراق. طيب، تبادل تجاري كبير مع تركيا ما بين بغداد وتركيا، العراق سوق مهمة للبضائع التركية، ليش ما تستخدم بغداد هذه الورقة للتفاوض؟ أكيد نحن لم نذهب، لاحظ كل ما يجري مع تركيا هو عبارة عن محادثات والمحادثات هي ليست ملزمة. نحن قلنا أن ملف التفاوض يحتاج إلى، يجب أن تكون هناك لجنة تقصي حقائق، ومن ثم بعد لجنة تقصي الحقائق نذهب إلى المحكمين، ومن بعد المحكمين إذا تعثر الأمر تذهب إلى المجتمع الدولي. لكن أيضا اليوم لحد هذه اللحظة لنكون صريحين، المفاوض العراقي لم ينجح، مفاوض ضعيف طيلة هذه السنين وطيلة هذه العقود، فشل في أن يضغط على الجانب التركي. لكن بالعودة إلى سؤالك، نعم الملف التجاري اللي وصل بحدود 24 مليار دولار هذا رقم كبير، وخاصة نعرف تركيا جيدا أن الوضع الاقتصادي في تركيا
وضع صعب. لو استخدم العراق هذه الورقة أكيد ستكون ضغط في ملف المياه. الجانب أيضا الاتفاقية الأمنية، لاحظ العراق أيضا لن يستغل هذا الجانب. هناك توغل بحدود 90 كيلومتر داخل الأراضي العراقية في موضوع مسألة حزب العمال الكردستاني. هناك الضغط الدولي، هناك أيضا المنظمات الدولية، هناك مثل ما تفضلت العراق ضغط كبيرة وكثيرة يمتلكها العراق. لكن لكن ليش العراق ما يستعملها؟ المشكلة يعني بالعراق تعدد مصادر القرار أفقدت أولوياته، وهذا الجانب الحقيقة اللي أثر على العراق. اليوم نتحدث أيضا الحديث جنابك الكريم كإعلامي أكيد وحتى المتلقي يذهب إلى وزارة الموارد المائية. وزارة الموارد المائية هي نعم تتحمل جزء كبير، لكن هي وزارة مسؤولة عن نقل المياه الخام وتوزيع المياه. هناك إشكاليات كبيرة، هناك ضرر من البيئة، هناك ضرر من النفط، هناك ضرر من الزراعة، هناك ضرر يعني من هذه السلسلة. عندما نقول يجب أن يكون هناك مجلس أعلى للمياه، ومرارا وتكرارا ليكون هناك هرم متكامل. لاحظ اليوم عندنا من نتحدث اليوم وزارة الموارد المائية عن ردم بحيرات تصل لحدود 5000، هذا يتحمل المحافظين، تتحمل أيضا نقل الصلاحيات اللي كان خطأ كبير مما أفقد المركزية أو وضعف المركزية. يعني يحتاج حقيقة هذا الملف إلى أصلاحات كبيرة تبدأ من الداخل والملف الخارجي. وزارة الخارجية التي لا يوجد لها أي دور يذكر حتى إذن الحل مو فقط يقع على عاتق وزارة الموارد المائية، بل هو حل سياسي دبلوماسي قانوني أيضا. وشكرا جزيلا لكم الخبير في شؤون المياه السيد تحسين الموسوي، كنت ضيفا كريما. وشكرا جزيلا لكم رئيس منظمة الشبايش للسياحة البيئية السيد رعد حبيب، كان معنا ضيفا كريما عبر سكايب من ذي قار. وشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.